أنا لويا لكو على تريدينج سنترال. اليوم 31 أكتوبر والتداول لا يبدو مخيفا على الرغم من أن اليوم هو هالوين، حيث الأرباح رفعت ناسداك و S&P 500، بينما الأخبار السيئة من فايزر تقلت على الدولة لكنه لا يزال في ارتفاع. منتصف اليوم الماكرو هو اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة، بينما غدا سنحصل على إعلان سعر الفائدة في أسواق العملات. اليورو أمام الدولار انخفض بنسبة 0.09% عند 1.1639، الجنيه الاسترليني أمام الدولار ارتفع بنسبة 0.30% عند 1.3348، الدولار أمام الين ارتفع بنسبة 0.20% عند 113.40، بينما الدولار الأمريكي أمام النظير الكندي فيقفان تحت المقاومة الأفقية القوية عند 1.2865، مواقع طويلة فوق 1.2885 مع أهداف عند 1.2920 و 1.2960 في الامتداد. أما ولا يزال التحيز السعودي بالنسبة للذهب الذي يدعمه خط الاتجاه السعودي وينبغي أن يعلن المزيد من التقدم. مراكز الشراء طويلة فوق 1268.5 مع أهداف عند 1275 و 1279 في الامتداد. الفضة انخفضت بنسبة 0.95% عند 16.68 للأونصة. تريدينج سنترال ويب تي في لويا لكوا.